يقومون؟ اخي راح دق بقعة راسي دخلني انا برا مزعج من ذا يا اخوي لا تحول انا موجود ما ابغاك حبيبي لا 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 بتقول انا في وجهك والله يا ابو راسي انفجر انا بس تخاف انت خاف انت خاف انا في وجهك انت عارف كلمه انا في وجهك دي ايش معناها صح يا الله انت في وجهك انت تركب دواء عندي يلا فك الله يلا كم تكفكم الله تكفكم يا اخي راسي انفجر من الجرس يا لا يا ولد دق دق على جوالك كذا دق على جوالك دق دق على جوالك ابو خالدي بيسوي تجربه قاعد برا يشوف اذا قفلت شلون يفتح انا فتحت انا اللي فتحت انا عد 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 يا اخي والله طيب انت فاهم ايش قاعد تقول انت ما فاهم ايش انا فيه انا يا اخوي خلينا نرقد يا اخوي يومين انا مرقدت ايش ذنبي انا فيهم طلعنا تعال 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 احنا جروب احنا جروب لازم نطلع مع بعض يا اخوي بس كبدنا انا ما ادري النوم انا طيب اصبر اصبر قول لا يلا قول لا يلا قول لا يلا قول لا اله الا الله قول لا قول لا انا ما ارقد شوف ذول اذا طلعوا ما بطلع انا ماني مرزوم انا براسي انفجر انا رن في روسهم لي ما لا مو بطاردك ما عليك ما عليك ما عليك ما عليك ولع انت لا تجد الباب شو اسوي طيب شو اسوي ولع احنا ما نفهم هذا الحسن دق دق الباب دق الباب دق الباب انا مر عليه ولا انا مخي وانفجر طب دق الباب ولع انا مجرح انا عندك تعبت يا اخي دقيقه يا اخي في مفتاح منا طيب خلينا ننزل نجيب مفتاح اصفق لك الحين اكفوف تجي عندك دقيقه تنفر تنفر في رجال في تنفر في رجال لا تدق لا تدق عشان اسمع الطقه ذي لا تدق لا تدق ورع يعني ما سمع الجرس بيسمع يا ورع أبخاري ما يفهم ما يفهم ما يفهم الجرس أنا مخي خلاص تعال آخر مرة آخر مرة خلي يفتح خلي يفتح خلي يفتح دق دق الباب دق الباب بتجي خله بدق اتصل عليه انت اتصل عليه الحين اتصل عليه دقيت حمود ما يبي يقوم انا قبل شوي نقومه قفل الباب في وجهي صح بس قفل الباب في وجهي وقفل حمود كف كف وش عند امي قفل شلون اعطيك كف ابو خالد عشان اموت انا بيموتني ما خلص طوالي الحمد لله الحمد لله انا في مزبله يا ربي يا الله الله مكيفات من الفاضي تكفى تكفى لا انجلد من الفاضي يا الله انا مش شاب هنا مش ذا امك وش ذا؟ اعوذ بالله بسم الله هذا رجل برا ايوه وين ذا؟ يلا 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 بسم الله هاي ليش تطلع صوت خلاص الله يحقوه خلاص اموت حقوه شوف والله يا ابو طارق اسمعني قل لا اله الا الله احنا جروب احنا جروب صاحي ها؟ فيك خلل انت ولوش ليه؟ قلت له من الكرسي عليه ليه؟ الكرسي مو بانها مو بانها من الكرسي عليه بخا يا ابو طارق يقطع ابليسه ماني فاضي لك ابو طارق والله رميت على كرسي رد عندي يلا يلا يلا
أمورنا طيبة. عيونك يا الربع قولوا لا إله، قولوا لا إله إلا قولوا لا إله إلا الله. قوموا طلع ألف من ذكرى. قوموا طلعنا، قوموا طلعنا. يلا طلعنا، لا تسوي كذا فيه. هم مو بنا هم. يلا طلعنا، نروح السعودية مرة ثانية. يمشي يلا. يلا يلا مشينا مشينا مشينا. يلا يلا يا سخر. يلا يلا. سخر. أفا أفا وخر لإيش؟ أحب خشمي. إي زين زين. يلا تعال تعال. خفت يا الخمام. أوه خفت يا أخي. تعال تعال تعال. يلا حمود. والله ما يصير، نروح المطعم الهندي قوم. راح الله يشغلك لنفسك. راح. راح. الله يعين. اليوم ما طالعين نقطع خالد ولا طلعنا يا اخوي. مو بدفسات بالضغط قبل نفسك. ما يمسك ذا والله ما يمسك. قفل طبعا. يلا خذ اليوم حياتي جت لك ثلاث يوم. حمود خلاص يا حمود. الله يحفظك. اهم شيء نوصل. شيء صح يا اخوي والله بتذكر. لا ما فيني شيء. الواضح ان احنا طلعنا في وقت غلط. غلط. لو خلينا نرقد نطلع الصباح ابرك. والله يا شباب انتم قمتوا اليوم غلط. فبكره يبدا جدولنا. وعد. وعد. اياديكم على بعض. اياديكم على بعض. يلا كل واحد يجرح، كل واحد يجرح يده. وعد اسمه وعد الدم. وعد الدم. اول واحد ما علي والله ببدا. بس لا ابغى اشوف ابو خالد اول. والله لا لا لو تسوي اللي سويته اليوم. اللي رقدك في السيب والله. ايش؟ نخلي كلام في يسوون زعزعة على شوي. اي والله والله يوم احس اني ما رتحت. ودي اشوف عرب. بكره 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 اليوم صح. يلا 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 الله يبدا باذن الله. كرواتيا طرب زونا والشمال التركي ومن بعدها ان شاء الله بعدها بفتره ان شاء الله بعد دبي وبعد الامور كلها ونروح روسيا اللي المفروض حنا فيها الحين بس بسبب ها كنسلناها او اجلناها. والمعنوية عالية والمعنوية عالية زيدوها شوية عالية معنوية عالية والمعنوية عالية زيدوها شوية عالية معنوية عالية والمعنوية عالية زيدوها شوية عالية معنوية عالية والمعنوية عالية زيدوها شوية عالية.